جرت في الأيام الماضية بإقليم وادي فراء الانطلاقة الرسمية لامتحانات الشهادة الإعدادية دورة 2017. حضر المناسبة الأمين العام لإقليم وادي فراء كلي يونس محمد والمندوب الإقليمي للتربية الوطنية والمعلمين. المزيد في تقرير محمد بثير عثمان. 874 مترشحا من بينهم 251 مرشحا من مختلف مخيمات اللاجئين السودانيين بإقليم وادي فراء جلسوا في امتحانات الشهادة الإعدادية دورة 2017 بمختلف قرى ومقاطعات الإقليم، حيث ترأس مناسبة الانطلاق الرسمية لهذه الامتحانات الأمين العام للإقليم كلي يونس محمد بجانبه المندوب الإقليمي للتربية والتعليم إبراهيم عبدالله نوح، وطلب الأمين العام للإقليم والمندوب الإقليمي للتربية من جميع المترشحين على العمل على تحقيق نتائج جيدة دون غش أو أي عمليات أخرى تنفي نصوص الممتحن طبقا للمبادئ التربوية. يأتي ذلك في وقت شهدت فيه البلاد تأخرا بعض الشيء في بداية العملية التعليمية نتيجة للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.